ما أجمل لمة الأحباب في خرجة سياحية تزينها الموسيقى، خاصة إذا كانت إلى قلعة تيديس المدينة الرومانية، والتي تعتبر إحدى أهم المعالم الأثرية بقسنطينة لما تحمله من رمزية تاريخية كبيرة بتعاقب عدة حضارات عليها، من البونيقية مرورا بالرومانية والبيزنطية وصولا للإسلامية. الخرجة هذه كانت مرفوقة بالعائلات والشباب والشبان والولاد صغار. الخرجة أنا هي الهدف منها أن نخلقوا جو بين العائلات، ونخليوا العائلات يخرجوا من الريتم هذاك تاع الدار والخدمة والمشاكل، يجيوا يبدلوا شوية الجو. كم تشوفوا جو اون امبيونس فاميليال دون ان كليما دو كونفيفياليتي، الحمد لله طول موند اي كونتون، كل شيء جاز بيان، كل شيء عدى مليح، دونك اي سا في بليزير. شفنا لي روين رومان، جينا ان جروب فوالا سي ان فامي، une ambiance très conviviale, chaleureuse, familiale. Alhamdoulillah, c'était très bien. جولة داخل المدينة الأثرية رفقة مرشدين تأخذ الزائرين في الأزمنة الغابرة ليعيشوا لحظات من تلك الحقب التاريخية، مع أخذ الصور التذكارية أمام المعالم الأثرية قبل أن يحين وقت الظهيرة وتناول وجبة الغداء بين أحضان الطبيعة وصخور المدينة الأثرية تيديس. La journée s'est bdat bla découverte. عرفنا حوايج جدد على تيديس ما كناش نعرفوهم كاريمون. Avec un guide كان معنا، فهمنا في السيت، فهمنا في كلش، même l'histoire de تيديس. C'est un événement vraiment très très intéressant. Quand nous sommes venus, ils nous ont bien accueillis. Les guides étaient là pour nous guider, pour voir les endroits. Vraiment, on a adoré. Oui. Je vous invite tous à venir dans les amoureux du voyage pour voir les aventures tous ensemble. وما حوجنا إلى جلسات مثل هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم بفرحة وسرور وقلوب طيبة. مدينة تيديس الأثرية هي غيض من فيض ما تزخر به جزائرنا الحبيبة من مناطق سياحية وأثرية هي في الغالب الأعم بحاجة إلى اهتمام أكبر لتتحول إلى قبلة سياحية بامتياز.